لأول مرة يفتح مكتب البريد الصومالي أبوابه مستأنفا عمله بعد توقف دام نحو عقدين. عودة خدمة البريد من جديد جاءت بعد جهود بذلتها الحكومة الصومالية، ووقعت خلالها اتفاقية مع دولة جيبوتي لتكون نقطة تجميع ووصل لتسهيل عمليات هذا المكتب. ويقول المسؤولون إنه بإمكان مكتب البريد حاليا استقبال الرسائل والبضائع من الخارج فقط، ويجري العمل على استكمال عمله إرسالا واستقبالا. مع بدئنا للعمل قررنا أن نشجع المواطنين لإنشاء صناديقهم في الوزارة، فالرسومات الشهرية هي دولاران فقط، أي 24 دولارا في السنة. نسعى إلى تطوير الخدمات والتسهيلات التي نقدمها للمواطنين، ونأمل أن تساعدهم عودة هذه الخدمة في تلبية احتياجاتهم، وأن يكون لدى الأفراد والمؤسسات حسابات معروفة ليسهل تواصلهم. الصوماليون عبروا عن ارتياحهم لعودة هذه الخدمة التي طالما كان تعطلها عقبة في تواصلهم مع الخارج، فغياب حسابات صندوق البريد في الصومال مثل لعلي عبدي وأمثاله مشكلة في علاقاتهم مع المؤسسات التي يتعاملون معها، وهو يرى أنه بمجرد افتتاحه لحسابه الجديد قد أغلق صفحة من المعاناة. أعمل في مؤسسة تهتم بالإغاثة، في الغالب كنت أواجه مشاكل أثناء تقديم المقترحات لدى المؤسسات التي أتعامل معها، وهي أنهم كانوا يطالبونني بعنوان بريدي. اليوم وبتدشين خدمة البريد الصومالية أستطيع العمل بثقة كاملة على المستويين الوظيفي والشخصي، فبدون بريد حقيقي يصبح التواصل صعباً. كانت الشركات الخاصة هي من ملأ الفراغ الذي تركه انهيار الحكومة الصومالية ومؤسساتها، فالشركة ديجل مثلا تعمل في الصومال منذ نحو 20 عاما، وهي تنقل الرسائل والبضائع من الصومال وإليه. ويرى كثيرون أن عودة خدمة البريد الصومالية ستعيد ترتيب الحياة التجارية في البلاد، وذلك بإعادة تفعيل عناوين المواطنين البريدية. عودة خدمة البريد الصومالي هي جزء من حركة التعافي التي تشهدها الصومال في الفترة الأخيرة، ويرى كثيرون أنها جاءت في وقتها المناسب. جامع نور، الجزيرة، مقديشو.